ولأكتمن عن البرية خلتي ولأشكون إليك جهد زماني ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلان ولأحسمن عن الأنام. Je pense que c'est vain de vouloir maquiller ou lifter ou arranger un petit peu les articles. C'est pas une question d'article. C'est une constitution qui n'ira nulle part dans l'avancée démocratique si on ne jette pas toute cette philosophie qui est derrière et qui fait que le pouvoir du roi n'est pas du tout remis en question parce que c'est une personne sacrée, parce qu'elle est au-dessus de la constitution. بدون شعارات، شعارنا الشعب يريد اسقاط النظام. واش عمرك شفتي جماعه الاحزاب تخرج الشارع تقول انا ملكنا واحد محمد السادس؟ نحن لا نقول ذلك. أهل الله عليكم هذا الشهر باندثاركم وببواركم وبفسادكم وفساد خطاباتكم وبخراب دياركم. ان شاء الله الشعب المغربي لن تنطلي عليه خدعه الدساتير الممنوحه ولا الخطابات الاكذوبه. وعاش الشعب نقولها في هذا اليوم. الله يبارك في عمر الشعبي. الله يبارك في عمر الشعبي. نقولها في هذا اليوم الذي يقدس فيه الناس اشخاصا بشر يؤلهونهم ينزلونهم منزله الله يركعون لهم ويقبلون الارض بين اقدامهم. عاش الشعب، عاش الشعب، ودامت حركتنا متحررتان ماضيتان في طريقها. وأنت إذا اغتبت الأمراء ذوي السلطان أسقطت هيبتهم في قلوب الناس، ثم صار الناس يتناقلون ما تذكر فتمتلئ القلوب من الحقد عليهم والكراهة لهم، ويؤدي الأمر بالتالي إلى إيش؟ إلى الخروج عليهم، وحينئذ يحدث الشر. ولا يخفى علينا ما جرى أولا من الشرور وما جرى ثانيا من الشرور. الأمة الإسلامية كانت على نسق واحد وطريق واحد، ولما خرجت الخوارج على عثمان بن عفان تشدت الأمة، ثم على علي بن أبي طالب، وهكذا فسدت الأمة بسبب الخروج على الأئمة. انتبه ولد. فإذا قال قائل إذا كان الأئمة الأمراء إذا كان فيهم معصية، نشاهد أنهم يعصون الله، فالجواب فهل يجب علينا طاعتهم وهل يحرم علينا غيبتهم؟ الجواب تجب طاعتهم ويحرم علينا غيبتهم مطلقا، إلا إذا أمروا إيش؟ بالمعصية. إذا أمر ولي الأمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة. طيب وإن أمر بما ليس بمعصية لكن هو عاصم، يطاع أو لا يطاع؟ يطاع، يجب تجب طاعته. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه يكون أئمة يؤخرون الصلاة أو يموتون الصلاة عن وقتها، وأمر بطاعته. حتى إن الصحابة استأذنوه في منابذة أمثال هؤلاء فقال لا ما صلوا، وفي لفظ ما أقام الصلاة. وعلى هذا فما الواجب إذا رأينا ولي الأمر على معصية بالنسبة لأوامره التي ليست بمعصية؟ الواجب الطاعة،
ومعصيته على نفسه. لكن هل معنى ذلك ألا نناصحه؟ أجيبه: لا والله لا، يجب علينا نصحه، بل نصحه من الدين، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله. والرابع: أئمة المسلمين قبل المسلمين، ولأئمة المسلمين وعامتهم. فنصح ولاة الأمور أبلغ من نصح عامة الناس، يجب علينا أن ننصحهم. ولكن هل من النصح أن نعلن مساوئهم؟ لا والله، ليس من النصح. هذا لا يزيد الأمر إلا شدة وبلاء، وليس من طريق السلف الصالح ولا من منهج أهل السنة والجماعة التشهير بولاة الأمور. حتى إنه قيل لأسامة بن زيد في قضية مع عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقال: أتريدون أن نسمعكم ما نقول لهم؟ يعني لا يمكن الإنسان الناصح أن يشهر لولاة الأمور مدعيا أن ذلك نصيحة، بل الواجب أن يأتي البيوت من أبوابها. وهناك قنوات يمكن أن تصل النصيحة إلى ولي الأمر بدون أن تكون تشهيرا وفضيحة، لأن الأمر خطير، لا قدر الله إلا الخير. إذا امتلأت قلوب الرعية حقدا وبغضا للولاة فسيكون التمزق والتفرق بين الرعية ورعاتها، وحينئذ يكون الشر والفساد. ولكن النصيحة واجبة، ويجب على الإنسان أن يسلك أقرب طريق يحصل به المقصود. يكتب إلى ولي الأمر ممكن، لكن لا على طريق التحزب وجمع الآراء أو جمع التوقيعات، لأن هذا لا يفيد، وإنما ينصح بالنصيحة المبنية على بيان الحق بدون انفعال وبدون انتقاد، ويرسلها إلى أو يذهب بها بنفسه إن كان يتمكن من الوصول إليهم، أو يرسلها مع من يصل إليه. وإذا فعل ذلك بدأت ذمته. المسؤول عن صلاح الرعية وإصلاحها من؟ الراعي، ولي الأمر. وإذا أخطأ في شيء أقم عليه الحجة بما تكتب له من نصيحة، ثم إن اهتدى فذلك المطلوب، وإن لم يهتد فالذنب عليه.